50 خدمة إلكترونية تقدمها المنصة الجديدة شباك عن بعد. المنصة ستمكن المواطنين من إيداع مختلف ملفاتهم الإدارية ومن مختلف أنحاء الوطن دون تنقل، فيما لا تتعدى آجال معالجة هذه الملفات 24 ساعة. الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الذي أطلق هذه المنصة سيمكن المواطنين من الولوج إلى هذه البوابة بطريقة مبسطة مع تأمين وتشفير وثائقهم وملفاتهم باستعمال وثيقة بيومترية، رقم الوثيقة ورقم التعريف الوطني. يدخل إلى هذه الخدمة، يستعمل هذه المعلومات، يدخل لابلاتفورم، يخير الخدمة، يحط الفيشي ديالو، يشارجيه، يفاليدي لا دوموند ديالو. اوتوماتيكمون راح تطلع المصلحة، سواء البلدية سواء الدائرة سواء الإدارة المركزية. هذه المنصة عبارة عن منصة متكاملة، يتم من خلالها المواطن من إيداع ملفه الإلكتروني بطريقة سهلة ومؤمنة، وكذلك يتم من خلالها المواطن من التعرف على الإجراءات القانونية لإيداع ملفه. هي خطوة إضافية تهدف من خلالها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعصرنة الإدارة عبر تقديم خدمات نوعية للمواطن والتخلص من عناء التنقل للوصول إلى إدارة إلكترونية.